تعالوا نروح للكابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي علشان نساله عن اجتماعه مع مدربي قطاع الناشئين. كابتن فتحي اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا محمد، ازيك، اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب الاول. وانت طيب يا ابو الكراتة، وان شاء الله يكون موسم سعيد عليك وعلى كل قطاعك وعلى كل ولادك في الناشئين، وان شاء الله تجنوا ثمار يعني تعبكم ان شاء الله هذه السنه. يا رب ان شاء الله، ودعواتك، وبشكرك كابتن، ودايما بشكر جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن، ربنا يخليك. حضرتك واجهه مشرفه للكل وتشرف اي مكان حضرتك فيه. كلمني عن تفاصيل الاجتماع حضرتك النهارده مع مدربي القطاع، وكان هدفه ايه؟ لا، هو كان امبارح حقيقي الاجتماع ده، وكان اسف بالامس يمكن امبارح كنت اكتر حاجه كنت بركز عليها، قلت لهم الثقه اللي احنا مدينها لكم، ثقه لجنه التخطيط في النادي، ثقه طبعا فتحي مبروك مدير القطاع، ان احنا بنديكم الثقه على اساس السنه دي ان شاء الله نبدع السنه دي في كل ما هو جديد في كره القدم، وكل ما هو جديد في احراز بطولات كثيره للنادي الاهلي، ايضا التعامل مع اللعيبه والتعامل مع الناس اللي جايه في الاختبارات، وكل هذه الامور انا اتكلمت فيها مع كل مدربي القطاع. يعني يا كابتن، لو حضرتك حط اهداف مختلفه عن السنه اللي فاتت او زودت اهدافك او طموحاتك، هتكون في ايه او في نقاط معينه في ايه؟ هو حقيقي يمكن الاهداف اللي انا بس عليه تدعيم النادي الاهلي، تدعيم النادي الاهلي ببعض اللاعبين المميزين، ودي يمكن انا من السنه اللي فاتت كنت عامل خريطه لتوظيف اللعيبه كل واحد في مكانه على اساس ان شاء الله نقدر نستفاد بيها مستقبلا هذا الموسم. الحاجه الثانيه اللي برضه ركزت عليها كويس قوي قوي على فكره، تصحيح الاداء الفردي في بعض اللاعبين من خلال المديرين الفنيين، يعني ما يبقاش التدريب جماعي وخلاص وخلصت الحصه التدريبيه او الوحده التدريبيه على كده، لازم يبقى في تدريب فردي للاعيبه المميزه. اكيد اللاعيبه المميزه كذا ناقص عنصر من اي عناصر كره القدم، لازم المدير الفني يكون على علم بيها، ولازم يشتغل معاه حاجه فرديه بحيث ان اللعيب ده ينمي هذه الصفه عنده ان شاء الله. يعني تمام. يعني برضو قبل ما اسال حضرتك عن المدربين الجدد، كلمني برضو عن انضمام الناشئين الجدد للنادي الاهلي، وحضرتك طلعت بكام ناشئ وشايف كام واحد ممكن يكمل للفريق الاول؟ هو لسه انت عارف يا كابتن احنا عاملين اختبارات المحافظات وان شاء الله هتخلص بكره، وفي اعداد الحمد لله كانت كويسه جدا جدا، وان شاء الله لما يجوا بكره المدربين هشوف العدد، لان فعلا العدد لسه ما وصلش لحد كبير يا كابتن مش كده؟ يعني لا، واحنا انت عارف احنا شغالين دلوقتي يمكن على مراحل سنيه صغيره، انا مش شغال مثلا على ال 99 ولا ال 2000 ولا 2001. تمام. يعني شغال بعد كده على ال 2002 وال 2003 و4 و5 لحد 2006 و7 و8 و9 و10، دي المراحل السنيه اللي شغال فيها في المحافظات، والاختبارات العامه ان شاء الله هتبتدي يوم 14/7 ان شاء الله. 14/7 يعني لسه حضرتك ما استقرتش على اللي هيقيدوا بالفعل. لا لسه هو المدربين انت عارف شغالين لحد بكره في المحافظات، وان شاء الله انا قلت لهم يعني حتى كنت مدي تعليمات اي لعيب كويس خدوا تليفونات والده علشان احنا نتصل بيه ويبتدي ان شاء الله يخش مع الفرق ان شاء الله الفتره القادمه. يعني تمام يا كابتن. وحضرتك المدربين الجدد اللي دخلوا النادي الاهلي السنه دي في قطاعات الناشئين؟ هو في طبعا انت عارف الكابتن ياسر ريان يمكن دخلناه السنه دي على اسم عنصر برضه اللاعب من اللعيبه في النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر ومدرب عنده طموحات كتير، وانا كنت حاطه في التشكيل السنه اللي فاتت وهو اعتذر عشان كان بيمرن فرقه اسمها بني سالم. تمام. والسنه دي ان شاء الله يمكن يكون اضافه كويسه للنادي الاهلي يعني ان شاء الله. كابتن ياسر بس يعني؟ ياسر، وفي مدرب حراس مرمى اسمه ياسر عبد المجيد، برضو عرفت انه مدرب حراس مرمى مميز، لان احمد فوزي كان عندنا ماسك في 2006 ولا 2005 اعتذر وراح الشرقيه للدخان. تمام. كل التوفيق لحضرتك يا كابتن فتحي في الفترة اللي جاية، وإن شاء الله تنتقي يعني ناشئين يكونوا شكل النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون نواة للفريق الأول بإذن الله. كل التوفيق لحضرتك ولقطاعك، وإن شاء الله تعمل كل اللي أنت عاوزه تحقق أهدافك السنة دي بإذن الله. كابتن فتحي مبروك، شكرا جدا لحضرتك.